انا فاكر علاء ابني لما كان في ده طلع الاول على المدرسه ففرحانه بيه بقى مامته والبتاع. قلت له علاء انا مش عايزك تطلع الاول تاني. قال لي ليه؟ قلت له عشان عايزك تقرا وتسمع مزيكا وتشوف صحابك وبعدين يا سيدي بقى اطلع التالت مش مهم. مش دي القضيه. لان احنا عملنا نظام تعليمي كفيل بتسطيح العقول بصبها وتعذيب شديد جدا، ففي الاخر نقول متعلم؟ لا، ده هو جاهل معاه شهاده. هو لا راح حضر حفله موسيقيه ولا قدر يتذوق بيت شعر، وحتى الشعر اللي بنحطه له في المقررات الدراسيه حاجه تضحك يعني، وكانه في ناس مختله هي اللي بتختار النصوص دي. الجمال اللي فيه اللغه العربيه، فطبعا ما بقاش فيه لغه عربيه خلاص، او يعني تداعت وتداعى بنيانها. فبقى الالفاظ اللي الناس بتستعملها دلالتها مش منضبطه، ما هو ده الجهل. والله بقى هو خريج مش عارف كليه ايه، ده مش هيفرق. ما بالك بقى لو كانت الكليه دي كليه عماله تدرس له شروح وحواشي وتفاصيل بتوع فقهاء خلال 1400 سنه وهو متصور ان ده الدين. ده بقى الازهر. ده الاخطر. خلاص. وبعدين يجي الرئيس السيسي طبعا مع احترامي له يعني وكده، يوجه الدعوه لثوره دينيه. يا سياده الرئيس مش كده. مش كده. مفيش حاجه اسمها ثوره دينيه. ثاره. هو كان يقصد ثوره على المفاهيم. ثاره عكس سكنه. احنا عايزين سكينه دينيه مش ثوره دينيه. ولما نطلبها ما نطلبهاش من الازهر لان ده اكل عيشه من الحاجات دي. فازاي يعني؟ يعني ومش رئيس الجمهوريه اللي يدعو لثوره. السلطه لا تدعو الى ثوره. ما ينفعش. فلازم نضبط المفاهيم.